السلام عليكم أخي مصطفى، شلونك؟ عليكم السلام عساكم ورحمة بخير. الله وبركاته، أهلا وسهلا أخي. أنت كفرت كان فرست سيرف، فحاولت أن أتصل أول واحد. الحمد لله، جزاك الله خير اللي جاوبت. اليوم حبيت أتكلم على موضوع الزواج بأوروبيات. طبعا الإمام همينة حكوا بيها، لكن أنا بدي أعيد الكلام وزود شيء من روحي. ممكن أسولف؟ تفضل. المهم، أولا كل كلمة ما أقولها في هذا الاتصال، ترى والله لا أعمم، وفي كل كلامي يوجد هناك استثناء وإلا ما رحم ربي. أكو شباب عرب يجون هنا، يعني بإسبانيا أو بأوروبا بشكل عام، بعد ما أيسوا من الإقامات ويعني جريب ترحيلهم، يلتجئون إلى الزواج. طبعا مثلا يشوف له صليبية أو ملحدة بمجرد شهادتين يتزوجها وخلاص. وإذا تسأله راح يقول لك أعلمها على الدين شوية شوية، خلينا انتهز الفرصة والدين خليه بعدين بعد ما شبعت من الزواج، خايف أقولها على الأركان وما تقبل تتزوجني. طبعا لا تدري لا أركان الإيمان ولا أركان الإسلام ولا الإحسان، كل شيء ما تدري يعني، وخلاص يتزوجها. يعني يا الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يعني الغربية ترى ما يعرفون حتى عدد الركعات، كثير كثير منهم يعني، ولا سورة الحمد يعني، بس الشهادتين وخلاص، لا صلاة لا صيام لا حجاب. يعني حتى مثلا بعدين تقولها عيدي للشهادتين، هم تقول لك ما عرفهم، ناسيتهم، وكل شيء ما تعرف. وما مسموح للزوج العربي أن يضغط عليها بالصلاة أو الصيام، مثلا إذا قعدت صلاة الفجر خلاص راح تحرج أبوه يعني، وما مسموح له أن يضغط عليها بالحجاب أو مثلا والستر وكذا، وما يقدر أن يضربها ضربا غير مبرح مثلا. أحيانا إذا تعدت حدودها، أحيانا الزوجة تضرب ضربا غير مبرح وبعدين يرضيها مثلا، لكن هذا العربي ما مسموح يسوي أي شيء من هذه الأمور. ثانيا، هنا بإسبانيا مثلا، وهذا الشيء حاصل عند كل الدول الغربية تقريبا، يجي العربي ويعيش ويا سيدة غربية بالحرام بلا عقد لمدة 5 سنوات، لأن هي أصلا تعطي تأشيرة من 5 سنين، يقول لها تصريح الإقامة المؤقتة للبوي فريند، أو مثلا بالإسبانية اسمها برميسو دي ريزيدنسيا تمبورال بور باريخا، عود بعد 5 سنين إما تمددها إلى أو تتزوجها رسمي أو تسافر لبلدها العربي، يعني بعد بكيفها حسب مزاجها. إنه بشين هي يا أخي، هذول الإخوة العرب اللي يجوا هنا أو المسلمين بشكل عام، 20 يتزوج لهم 50، شوف 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 الفرق مال العمر، ويقول الاهل يكذب عليهم طبعا، يقول لهم انا تزوجت هذه المراه، ما يقول لهم انا هاي الجير فريند مالتي، يقول لهم انا تزوجت هذه المراه زواج الفاتحه واسلمت وزوجتها قربه الى الله. تعرف يا اخي، العربي اللي زوج له وحده غربيه لازم يدفع لها جاف البيت ويشتغل 12 ساعه مثل العبد، ويجيب لها فلوس في البيت، ولازم يطبخ ويغسل لمده 5 سنوات حتى يكسب مراضي الاسبانيه الصليبيه حتى تمدد التاشيره بعدين. تخيل مستوى العبودية، بس أردك تتخيل. وبالأخير بالسنة الرابعة أو السنة الخامسة إذا أخطأ أو لم يخطأ، أو إذا أو مثلا هي شبعت من عنده، راح تطرد البلد وتجيب لها واحد عربي ثاني تستعبده. مثلا هذه السالفة حصلت ويا عربي ساكن بزوريخ سويسرلاند، يعني بهذه الطريقة، وعنده مطعم يعني، وعلى أساس متزوج لسويسرية عجوز متفق وياها بكل عام يسلم لها 150 ألف يورو لأجل هذا الزواج. تخيل، طبعا يقول بأن تجيب صاحباتها وتدعي أهلها والجيران ويأكلون ببلاش بهذا المطعم. طبعا هو بس يقول لك هذا المطعم كل حتى يقولون هنا ثيان فور ثيان حلال، يعني هذا كم كذب، يعني 100% حلال هم كذب، لأن كل المطاعم تحديدا المطاعم الموجودات بالمراكز المدينة لازم يبيعن الحشيش والخمر والمارجوانا، كل المطاعم، فما ما يوجد هنا، وبياع الخمر هو يعرف تماما نفسه أنه ملعون. المهم، بسنة الخامسة ايش سوت هاي العيوز؟ سوت بهذا الزلمة، قالت له أنت لازم تدفع لي هاي السنة الخامسة 250 ألف يورو أو أطردك لبلدك وأجيب لي واحد ثاني أستعبده. وتقول له تهدده، تقول له العرب كثيرين أقدر أستعبدهم، هذا هو تتكلم ويانا بهالطريقة، تهدده مرته هي وتهدده بأنه يجيب لي عربي ثاني أقدر أستعبده. فاضطرارا أعطاها المبلغ حتى تمدد له الإقامة ولا تشتكي عليه. هو طبعا من جماعة جلد الذات، وأصلا حاسب بأن هاي العيوز مسوي عليه فضل. يعني مثلا اقول لك انا نفسيتي اذا اروح ارجع لبلدي واتزوج لي وحده من مدينتي نفس اللغه، مثلا عربيه مسلمه نفس اللغه ونفس الدين ونفس العقيده، احيانا يصير تصادم ثقافات او سوء تفاهم ببعض الامور، فما بالك اذا اتزوج لي وحده من غير بلدي، غير لغه، غير عرق، غير دين، غير عقيده، فضلا من ان الغربيين كلهم الاوروبيين بشكل عام يعني يحملون فكر الحتميه البيولوجيه والانتخاب الطبيعي التابعه لنظريه داروين.
يعني أكو ناس أفضل من ناس بيولوجيا، لا زالوا أدمغتهم ها هي، لا زالوا في عصر هولاكو وعندهم عقلية الكوبوي. ترى حضارتهم حضارة وهمية، يعني ما أعرف شلون رجل مسلم يعيش لوية أوروبية اللي هم أصلا كلهم حاسبين نفسهم أفضل من العرب ومتشربين الثقافة الأوروبية ونظريات داروين بالانتخاب الطبيعي بحذافيرها. يعني من المستحيل أن الزواج يتم على خير، لأن فرق كبير بالدين والمفاهيم والعقيدة. صحيح. يعني السيدة الأوروبية راح تحتاج لها يجوز أكثر من 10 سنين من التعليم والدراسة المكثفة حتى تصل في مستوى التفكير المسلمة العايشة في بلد إسلامي. ترى عقول الأوروبيات إضافة إلى العنصرية هم ماديين ويشوفون، يعني يعني الآن شوف مثلا باليوتيوب اكتب جولد ديجر يطلع لك صليبيات متزوجات ويا صليبيين، يعني نفس أهل البلد، وبالأخير تخون الزوج وتعوف الأولاد وتعوف البيت لأن لقيت لها بوي فريند ثاني جديد. فما بالك أنت كمسلم أصلا ما حسبت لك بأنك بشر، ويقولون بأن وهي تقول بأن حق الكلب هنا في أوروبا أعلى من الزوج. يعني رجاء أخ مصطفى، يعني طيني مزار رجاء. لا ما عندي سؤال. تفضل. عندي سؤال أخي سريعا عشان بس ناخذ اتصالات أخرى. والله سريع، انا احاول، بس انا احاول اخلص بسرعه. والله عندي سؤال، يعني شنو الفارق الجمال بين العربيه والاوروبيه؟ شنو الفارق؟ الاوروبيه اللي على اساس اسلمت وتزوجها العربي اللي يقول انا تزوجتها قربه الى الله، والله كذاب. لان المسلمات ببلادنا الاسلاميه، والله المسلمات في بلادنا الاسلاميه اشرف وانظف وامن واجمل واقوى واكثر وفاء من هذين الصليبيات. نساء بلادنا كل همهن هو رضاة الله ورضاة الزوج وتربيه الاطفال بالاسلام ويكونوا الاطفال ناجحين بالمستقبل. ترى الغربيه بخلاف نساء بلادنا الاسلاميه ترى ما تطبخ، وحتى اذا تطبخ ترى اكلها يلعب النفس، يعني ما تخلي، يعني واذا طبخت لك تخلي عليك الف من نيه، ما تنظف البيت وما تغسل الهدوم، يعني ما تقبل اصلا تحبل وما ترضى على الاطفال، تقول لك انا جسمي يبقى شباب. مثلا اذا جاك ضيف امك وابوك او اخوك للبيت راح تفشلك امام اقاربك وتحرجك، يعني غصبا عليك لازم تاخذ الضيف اللي عندك تاخذه للمطعم خارج البيت، لان ما مسموح لك اطلاقا ان تقول لزوجتك الاوروبيه قومي اطبخي وغسلي الهدوم، بخلاف العربيه اللي تخلي زوجها يعيش كملك. وثانيا نقطه، يعني ثانيه هي كلش النقطه الاولى، هي النقطه الثانيه، الباكرات هنا بشكل عام ترى جوهره ثمينه، وما تلقى اوروبيه باكره الا ما رحم ربي، معظمهن فقدات العذريه بالمراهقه وشابعات زين، وتلقى جسدها 50% تاتو وشوم من صور شياطين، وكثير منهن ترى فقدات العذريه بزنا المحارم وزنا جماعي ويا الاهل ويا الزملاء بالمدارس يقولوا لها طلعه استكشافيه. تخيل يا اخي مستوى الانحطاط الاخلاقي اللي عند هذول الاوروبيين. يقول انا هم هي تقول يعني مثل هاي الممثله مات هوليوود تقول انا فقدت العذريه ويا اخوي، يعني شوف من غير حياه تقول، يعني حتى والله يا اخي حتى الحيوان ما يسويها. فالباكره هنا بخلاف بلادنا الاسلاميه ترى تحفه. يا عربي انت يعني تتزوج صليبيه يعني لاجل الاقامه، صراحه انا اقول لك يجي ناي يتزوج لاجل الاقامه، لا يعني تحشي لي بالدين، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، فلا تحشي لي بالدين. يا عربي انت تزوجت صليبيه لاجل الاقامه وغراضك الجنسيه وعندك نقص بالذات. وفيهم من العرب من هم عديمين الهويه ومسحوقين النفسيه، يعتقدون اللي ما عندهم اي قيمه بهذه الحياه، ويريدون ان يملؤوا هذا الفراغ والنقص بالزواج بالصليبيات. يعتقدون ان الصليبيه الشقراء افضل من العربيه، يعني مو سالفه الدين. يعني العقد الزواج يا اخي، العقد الزواج هو مقدس وراح يبطل في حين كان هناك غش وحيله. فانت ليش مثلا تركت امس، يعني امس مثلا تركت اجمل نساء بلدك وجيت تركت للغربيات، يعني قربة الى الله، يعني تضحك على نفسك لو على من يعني. واذا اكو قضيه دين وشفت لك سيدة مسلمة، أنا أقول لك يعني في هناك استثناء إلا ما رحم ربي، نصيحة وسؤال، إذا كنت صادق بالزواج تعقدها وتأخذها لبلدك تتزوجها هناك وتتفق بالمحاكم بأن ما مسموح لأي ولد من أولادك يزور دولتها الصليبية أو يتجنس بجنسيتها. وإذا ممكن تقولها كنت سأنصح بهذه النصيحة، من أراد أن يتزوج من أجنبية بصدق يعني ويريد لها الخير يأخذها على بلده، يعني لأنك أنت خلاص تصبح سجين هذه البلد ولن يكون لك أي سلطان. إذا أردت أن تأخذ الأولاد إلى دولة أخرى انسى هذا الكلام والقصص دي. نعم يعني أنا أقول إذا كنت صادق يا أخي بالزواج تعقدها وتأخذها لبلدك تتزوجها
وتتفق بالمحاكم بالأوراق بأن ما مسموح لأي ولد من أولادك يزور دولتها صليبية أو يتجنس بجنسيتها، وإذا ممكن وإذا ممكن تطلب منها تتنازل من جنسيتها الأوروبية. أنت اسألها وجربها قبل، هل تقبل بيك بهذه الشروط؟ لو ما تقبل بيك اسألها يا أخي، اسألها قربة إلى الله، اسألها لأجل مستقبلك. مثلا إذا كان عراقي أو موريتاني أو من الموزمبيق، يأخذ للموزمبيق لا يخليها هنا ويعيش وياها هناك، لأن في أي لحظة ممكن تأخذ الأولاد وتمشي. كثير من الناس لن اصلا هم اصلا يعني نادر بيبقى الغرض هو الاقامه والقصص دي. عموما جزاك الله خيرا. تنقض العقد ارجوك اخي والله دقائق وخلص. تنتي يعني هن ينقض يعني هي الصليبيه تنقض العقد وماكو وفاء، يعني طقن الصوح باللوح باي لحظه. يعني المتزوج باوروبيه ترى والله يا اخي عايش بالتنازلات. يا اخي انت ليش تذلل نفسك لاجل صليبيه؟ ترى الزواج هي عشره عمر، وزوجه والزوجه الله سبحانه وتعالى يقلها هي لباس وسكن وموده ورحمه وليس أمر فراش. فيفكر شوية بالمستقبل بالعقل، شوية فكر أعمق بالجيل المستقبل. تمام. وفكر إذا شيبت هل هذه سيدة تفيدك؟ هل أولادك راح يرعونك يعني لو يقطونك بدار العجزة؟ مثل ما حصل للأخ المصري اللي تزوج له إيطالية وبعد 20 سنة أو 18 سنة من زواجهم، يعني تمر من زواجهم وهو كان عايش بمصر، فيوم واحد غابت، خذت الأولاد الأربعة وهربت لإيطاليا حتى إذا كانت مسلمة، ولكنها بالأخير أنثى ضعيفة ومتشربة ثقافة الصليبيين وعايشة بالترف، وفي حين شافت مشاكل بالحياة وإذا ضربها زوجها ضرب مثلا غير مبرر راح تشرد ويا الأولاد وتترك الزوج ينبح لوحده. يعني ماكو وفاء وعشرة عمر. هاي السوالف الحب والغرام وفارسة أحلامي للأبد وماي لاف فور أفر ومي أمور بورسيان برامشينو، ترى هذا كله وهم وكذب. وجل العرب يا أخي، جل العرب اللي ساكنين هنا ترى قلوبهم ميتة وحاسبين رؤية العري والانفتاح والسفور وأفخاذ الصليبيات وسهولة الزنا وسهولة عمل قوم لوط، حاسبينها ترى نعمة وهبة، ويقولون بأن شعوب الدول العربية محرومين منها. وسالفة قوم لوط، ترى زوجة النبي الله لوط عليه الصلاة والسلام يقولون المفسرين يقول بأن الله سبحانه وتعالى عذبها من ضمن الأسباب لأن قلبها مات، يعني قلبها مات ولم تنكر مما يفعله القوم من منكرات. فأسوأ البلاوي والمصائب اللي تصيب المسلم هو موت القلب من حيث يرى العري ولا يتحرك فيه من غير على الدين وعلى العرض. تمام، جزاك يعني الله. لا تحكي لي على خطف الأطفال، هو يقول لك لا تحكي لي على خطف الأطفال، هو أصلا عايش على التنكة وعلى الحديدة وخبز ما عنده يأكل بالبيت. نعم. ناب بأوروبا. نعم. وما أبو إحساس يقول لك أنا مبسوط بهاي الشقراوات ويمتى ما يحب مثلا يلمسنا ويدعينا على قهوة أو شيء، يقول لك هذا الانفتاح أنا محروم منه ببلدي، يعني حتى إذا أعيش بالفقر لكن أهم شيء أشوف. تمام. هذا الانحلال الأخلاقي. نعم، جزاك الله خيرا، أنا أوصل الفكرة والمعلومة وأعتقد الأمر يعني ما يحتاج تفصيل أكثر من ذلك. جزاك الله خير. شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر.